السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو نتكلم شوية على البطاقة رودو باي، واش تقدر دير بيها، واش تقدر تشري بيها، اسكو هي مليحة ما هيش مليحة. دوك انا اعطيكم كل شيء بالتفاصيل باش تكون على بالك، وكذلك هي احسن وافضل بطاقة في الجزائر. قبل مشاهدة الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يوصلك جديد. نبدأ وبركة الله. بطاقة رودو باي تقدر تفعل بها الباي بال، تقدر تشتري بها من علي اكسبريس، من امازون، من علي بابا، وتقدر ثاني دير بها ببليسيتي في الفيسبوك، كذلك تقدر دير بها ببليسيتي في التيك توك، وكذلك تقدر ثاني دير بها تشري بها من تطبيقات من جوجل بلاي، تقدر تشحن بها العاب، تقدر تخلص بها الفيزا، وتقدر ثاني تذكر الطيران، وتقدر ترزير في اللوتيل. هذا من قاع حوايج ديرهم كلش دير. وثاني حتى تقدر تسحب بها الارباح نتاع التداول، وتقدر ثاني تحول بها الى بريديمو. وكذلك هذه البطاقه خوتي راها دركا راها تقريبا دي دومونديها دومونديها 4 دولار، ولازم تشحن 10 دولار باش تاخذ دوموندي بطاقه رودو باي. اولا تحميل تطبيق من جوجل بلاي، خليكم الرابط اسفل الفيديو، وكذلك خليكم الكود احاله باش تربح 5 دولار مجاني او باطل. وكذلك تكون عندك نيميرو تليفون ويكون عندك جيميل، هذو الاثنين. وكذلك بطاقه التعريف الوطنيه باش تقدر تاكيد الحساب او بطاقه رودو باي. وكذلك تقدر دير بها كما نقول حنايا كاش كما نقول حنا اشتراك تاع بيان سبور ولا شي سيرفر تاع ديمو ثاني دير بها عادي. وتقدر حتى كما نقولوا حنايا تحول بها ما بين كارطه لكارطه. مثلا واحد عندك صاحبك عنده بطاقه رودو باي، يقدر يبعث لك عن طريق رقم الهاتف ولا جيميل ولا الاي دي نتاع البطاقه نتاع الحساب رودو باي باش تقدر استقبال الاموال. وكذلك تقدر دير بها كما نقول حنايا تربطها مع منصه تاع التداول. مثال ربحت كاش مبلغ، تحول من منصة البطاقة نتاعك ديك مباشرة، ماهوش تحول الباينس ولا تحولها البايبات ولا منصة أخرى، لا، من منصة تاع التداول تحولها إلى بطاقة رودو باي وتسحب بها، ومن بعد تحولها من منصة باينس أو تحولها إلى بريدي موب أو سي سي بي. وكذلك إذا حبيت تحولهم رودو باي، تحول من منصة باينس، من باينس تحولهم رودو باي بهذه الطريقة باش تقدر تشري من الانترنت. وكذلك تقدر تفعل بها باي بال تفعيل كلي قبل ما يديروا التحديث الجديد. كانت ما تفعلش الباي بال تفعيل كلي جزئي، ودركا التحديث الجديد نتاع رودو باي قالت راه تقدر تربط بطاقة رودو باي مع الباي بال وتفعيل كلي، وتقدر استقبال الاموال من باي بال الى بطاقة رودو باي. المهم خاوتي نعطيكم الرابط اسفل هذا الفيديو تاع رودو باي، وكذلك الكود احالة تربح معنا 5 دولار باطل، ولازمك تشحن 10 او اس دي تي او 10 دولار في حساب رودو باي باش تقدر دوموندي بطاقة. وكذلك رمضان اعلان تاع 11 نوفمبر 2024، كذلك تقدر دومونديها ب 4 دولار. هذه البطاقة ننصح إلى المتابعين أو غير المتابعين يروح يدوموندي هذه البطاقة. وثاني دومون تاعها ساهل ماهوش واعر ولا، وديجا راني داير عليها فيديوهات على قناتي. مهم اللي عنده أي مشكلة ولا عنده استفسار خلينا تعليق أسفل هذا الفيديو ولا يتواصل معنا عن طريق واتساب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.